السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنابة الليلة غير مختلفة بكل معنى الاختلاف. جاءتني دعوة الليلة غريبة عجيبة وفرحت فيها فرح كبير، وألغيت بسببها جميع المواعيد وأتيت إليها مسرعا. إنها دعوة لهذا المكان، هذه المدرسة، سعيد ابن المسيب. سيب الله من سيب سعيد، أفضل التابعين وابن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذه المدرسة عشت فيها الطفولة وعشت فيها التعليم، 3 سنوات كنت طالبا فيها و8 سنوات كنت معلما فيها. هذه المدرسة سوف تزال بعد 2 شهر من الآن، وقد قرر المعلمون أن يجتمعوا فيها، قرر قدامى معلم هذه المدارس أن يجتمعون ودعوني لهذه الدعوة الجميلة الرائعة. توفيق من الله وتسديد لنا جميعا، وهذه عصا معلمي أتوكأ عليها الأستاذ سليمان الذي علمني في هذه المدرسة وتعلمت عليه، فمنه حبب إلي القرآن والسنة ودرست في الجامعة الإسلامية في كلية الحديد ما شاء الله، وأستاذي الأستاذ سعد الدين علمني اللغة العربية والنحو والصرف والعروض والشعر وحتى الكسرات علمني كيف أقولها الله يرضى عنك. أما الأستاذ سمير فقد علمني الحياة كيف تكون وكيف أكون معلما وكيف أكون رجلا، فتعلمت منهم الكثير جزاهم الله عني خير الجزاء. أيها الأحبة، إن هذا اللقاء عمل صالح من هدي الأنبياء وهدي المرسلين وهدي الصالحين أن يحفظ الوداد والحب للأصدقاء، فنبينا عليه الصلاة والسلام حفظ حق أصحابه بعده وقال هل أنتم تاركوا لي أصحابي، والله عز وجل أثنى على أصحاب نبيه المهاجرين والأنصار، والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ حق صويحبات خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان يصلهن حتى غارة عائشة منها وعبد الله بن عمر بن الخطاب في سفر من أسفاره يلتقي برجل أعرابي فينزل عن دابته ويعطيه الدابة وينزع عمامته ويعطيه إياها، فيقول له أصحابه كان يكفيك بعض العطاء، قال إن الفر يحفظ وداد لحظة، وهذا أبوه من أهل ودي ابن الخطاب عمر رضي الله عنه وأرضاه. فشكرا من الأعماق لكم، هذا الوفاء الذي ليس مستغرب عنكم وعرفناه عن مدارس سعيد بن المسيب وعرفناه عن الزمالة التي فيه. يقولون الناس إن زمالة العمل لا تدوم وتنتهي، ولكنكم نضرب مثال في الوداد وحفظه، بيض الله وجوهكم وكتب الله أجركم وجعل حبايب الغالين دعوة من القلب لا تردون، بيض الله فيكم وأسألكم لله عز وجل ثم بحق الصحبة التي بيننا وبينكم أن تجعلوا لي ليلة مثل هذه الليلة، إن أردتوها في المدارس فهي في المدارس، وإن أردتوها في بيتي فحياكم الله، وإن أردتوها في الاستراحة فحياكم الله، وإن أردتوها في البر فحياكم الله، ولا تركزوني في هذه الدعوة. الله يطال عليكم، تمت يا رب، الله يطال عليكم جميعا، ما تردوني في الله بإذن الله. خلاص إن بغيتوها قبل رمضان الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة والله أحييكم، تمت كذا الشعب اللي يدور على هذا المجلس. الله يسلم حالك ابو احمد، له كلمه والله يحييك، قصيده وان شاء الله انها تعجبكم وان شاء الله باذن الله الله يقويك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير جميعا وجزاكم الله خيرا على ان جمعتونا بعد طول غياب. الله يجزاك خير. اجتمعنا بزملاء عزيزين وغالين علينا، وأيضا اجتمعنا بطلابنا
الذين أصبحوا مدرسين في هذه المدرسة ما شاء الله ولله الحمد. ولدي مشاركة بقصيدة شعرية طبعا فيها نوع من الدعابة كما يقولون، هذا شعر الإخوانيات يعني فيه. تحملوا إذا كان في شيء من ها الله يقويك من القسوة. سنلقي هذه القصيدة، طبعا القصيدة بعنوان عدنا إليك. ما شاء الله أنت رجعتمونا إلى هذه الذكريات القديمة، جزاكم الله خير. الله يسلمك. وين أبو ماجد؟ نعم أبو ماجد. أيوه أبو ماجد يصور. نعم الله يجزاه خير. طبعا نحن والله ما تقدم عليك أبو ماجد. لا والله أنت خير وبركة. الله يبارك فيك. إذنوا لي أن ألقي القصيدة الآن. الله يحييك. على مستمعكم. أستاذ عبد الرحمن السناني. أيوه أبو هابرة حبيبي. عدنا إليك تزفنا الأشواق والذكريات لبعدنا ترياق. عدنا إليك فهؤلاء أحبتي من حلمهم لما رأوك أفاقوا. مرت بنا تلك السنون سريعة حلما يبدد وجهه الإشراق. شكرا لمن جمعوا الأحبة بعدما عز اللقاء وطالت الأشواق. عدنا ولكن لم يتم نصابنا، فالبعض نائم أو طواه فراق. فالله أسأل أن يعم بفضله نائم ويرحم من طوته طباق. ما جئت شوقا للمكان، وإنما جئنا لمن دوما لهم نشتاق. سعد وفيصل والمبجل صالح والكابلي وصحبة ورفاق. ما غرني طيب المكان وحسنه، فالشام شام والعراق عراق. كنا نجيء إليك تثقلنا الخطى، وكأننا للموت نمشي أو إليه نساق. كنا نراك كآبة وملالة لا تؤنسين ولا الفصول تطاق. ما بين توقيع المدير وخطه يلوى الزمان وتكسر الأعناق. ما بين توقيع المدير وخطه تتصارع الأهواء والسراق. عند الصباح نجيء نحمل همة في مهدها يغتالها الإغلاق. حتى غدا خط الدوام حكاية، فنعيمه في بسطه ومقامه إحراق. هذه المدارس عندما كنا بها أو ما يزال يديرها الحذاق. أو ما يزال يديرها الحذاق.
أنا اليوم نسأل الله عز وجل أن يوفقكم. والله إن عمل الحقيقة سبقنا فيها كلنا بخير. ويشكر من الجميع. ويشكر من الجميع. كل واحد فينا كان يتمنى يعملها. لكنهم سبقوا. وعندي طلب أنا رجاء من الأخوان الزملاء الذين كانوا. إن كان من مشاركة. نعم. الله يسمح لي طبعا بقراءة أدبية لنص أخي. ولو أن يعني ربما يكون يعني في شيء من المجاملة. نعم. لكن حقيقة هذه القصيدة أعجبتني كثيرا. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. لا سيما في بعض الإلماحات الجميلة التي تدل على ذكاء وفطنة الشاعر معلش نعم شاعر ما في شك انه شاعر حقيقة يعني ما يأتي ذكاء الشاعر إلا بذكاء المتلقي نعم يعني لو لم يكن المتلقي ذكيا لما أتى بهذه الرموز لما أتى بالبسط والمقام ما شاء الله فعلا يعني المقام ما شاء الله هو بسط خط التوقيع والإشارات والإلمحات الجميلة الحمد لله حقيقة يعني ملامسة الشاعر لما في النفس هذا هو الشعر يعني نحن نجامل كثيرا عندما نأتي ونسمع الجرس أحيانا نشعر بالسعادة لا 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 والله كان الجرس كأنه شيء مزعج لاحظ التأخير دخول حصة هذا هو دور الشعر روتين يظهر الحقيقة غير مزيفة نعم. مطلية بجمال الألفاظ مطلية بالصور فحقيقة أنا أعجبت بشعره ولو كان الشعر لغير أخي لكنت متجرئ أكثر على أن أقول ما فيه من جمال لكن حقيقة ربما يقال أني جملت أخي لكن لا لا ما جملت والله شاعر أبو أحمد أسلم والله يا أبو إبراهيم شاعر أبو أحمد ما يحتاج والله الله يعطيكم العافية وطبعا أنتم إلهام الشاعر تسلم من ألهمه الشعر إلا هذه الألفة وهذه المودة وهذا الجمع المبارك بارك الله فيكم جميعا الله يجزاكم وجمعكم على الخير دائما آمين جزاك الله خير يا أبو إبراهيم بارك الله